70 يوماً على تفجر الخلاف الخليجي. الأزمة تبدو مستعصية وتراوح مكانها رغم الجهود الدبلوماسية المستمرة. رسول الخارجية الأمريكية تنقلا بين دول الأزمة وعكسا شيئاً من الانسجام في السياسة الأمريكية بعد أن توقف سيد البيت الأبيض عن كتابة تغريداته الصاخبة. الجدية في التحركات الدبلوماسية التي تقاسمتها الولايات المتحدة مع الكويت قوبلت بلهجة تعنت تمسكت بها دول الحصار التي رفضت النزول عن شجرة طروحاتها التعجيزية. ولعل ما خرج على لسان وزير الخارجية المصري هو أكبر انعكاس لهذا التعنت الدبلوماسي، إذ أكد سامح شكري أن استجابة دولة قطر للمطالب 13 هي شرط أساسي يجب أن يسبق ويرافق أي حوار. كلام مصري شديد اللهجة وسط حديث عن تشكيل الخارجية المصرية فريقا يدرس مقاضاة الحكومة القطرية دوليا بسبب زعم عدم تسليمها مطلوبين في قضايا عنف وإرهاب. هذا ولا تعكس لهجة القاهرة الشديدة بحسب مراقبين موقعها الفعلي في رباعي الحصار، إذ يرى كثيرون أنها تقتفي أثر الرياض والإمارات السياسي لا أكثر ولا أقل. الدوحة بدورها تتمسك بخيار الوحدة مع دول الحصار، غير أنها تشترط عدم المس بسيادتها وترفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال الوصاية، كما أنها ترفض أي مصالحة قائمة على المجاملات كتلك التي وقعت عام 2014، إذ لا بد من أساس متين وضمانات واضحة لأي شكل جديد من العلاقات بين الدوحة وأشقائها الخليجيين، خاصة وأن ثمة في المحيط الإقليمي دول أعربت عن استعدادها مد يد الشراكة الاقتصادية والعسكرية للدوحة بعيدا عن قيود رباعي الحصار.